عشان الدكتور بدأت المهنة دي من وأنا عندي 7 سنين، كنت بروح مع بابا وتعلمتها واحدة واحدة. أيام المدرسة، أيام الدراسة كنت بحب أطلع من المدرسة وأخلي ماما توديني عند بابا، كنت بحب أتفرج عليه وكده. الألوان كانت بتجبرني، حبيت الأشكال وكده، فحبيت إن أنا أتفرج على بابا وأتعلم، لحد ما دخلت في دماغي حبيت إن أنا أتعلم منه وأبدأ في المهنة دي واحدة واحدة. أنا ما اتعلمتهاش بسهولة. في المجال ده كان في يعني حاجات كتيرة أنا حبيتها وواجهتني صعوبات كتير جدا، ف لدرجة إن أنا حصل لي حوادث كده. فبرغم كده أنا ما استسلمتش، لأ أنا قويت وحبيت إن أنا أرجع تاني وما أثرتش مع فيا بحاجة خالص. أنا بنيت نفسي بكل قوة وإرادة وعزيمة لدرجة إني اتشهرت جدا في المنيا ومحافظات تانية كتير. حبيت إن أنا أخلي ليا اسم قوي، يعني اسم يتحدى الزمن. ما كانش ليا اسم قوي، لكن أعمالي اللي بتتكلم عني. بالنسبة للناس وكده هم حابين شغلي، هم حابين إن أنا أعمل لهم حاجات حلوة. كلام الناس خلاص.